دكتور دعاء. ففي الطفل الخجول في غيره، فكريم كان بيقول ان هو من طفل كان خجول مش ملتزم قوي بس هادي وغيره. انا قلت له انا النقيض، انا فعلا كنت شقي جدا واي حد يضايقني اضربه، واي حد لا والله بجد ما شاء الله اضربهم بالقلم كمان سلوك عدواني مش عارفه لا اي حد يضايقني. جبروت في حضانه، بس اقول لك على حاجه، عمري ما شفت طفله في حضانه عندها جبروت يعني شقيه ماشي لكن جبروت وفي البنت وفي البنت كمان. بس اقول لك على حاجه والله، انا كان انا دايما رد فعل، يعني ما اروحش اضايق حد، بس لو حد ضايقني كنت بضربهم بالقلم. اللي يضربك يضربني، المبدا اللي هو كان كل الاباء والامهات عايشين بيه. واستدعاء ولي امر بقى كان قصص. فيعني فيعني خلينا نبدا من حالاتنا كده والكيسز بتاعت الاطفال اللي زينا، وبعدين نخش بقى، لان طبعا حتى لو في ناس كده او اطفال كده لازم يتم تعديل السلوك عشان في المستقبل لو الموضوع زاد عن حده، رواية لو فتره اوكي بس لو زاد عن حده بيبقى مرض طبعا ولازم يتعالج. احنا بدايه لو اتكلمنا عن تعديل السلوك، ايه المقصود بتعديل السلوك؟ تعديل السلوك ده نوع من انواع العلاج، العلاج السلوكي. بمعنى ايه؟ ان انا بغير وبعمل تبديل لسلوكيات غير مرغوب فيها، غير محببه، الى سلوكيات اخرى محببه ومقبوله ومقبوله من المجتمع. وده بيتم عن طريق التعزيز الايجابي والسلبي، يعني بمبدا الثواب والعقاب. يعني زي مثلا الامهات في البيت، وده بيمارسوه بطريقه طبيعيه جدا، لما ابنها بيجيب درجات كويسه فهي بتدي له مكافاه، بيبقى فيه ثواب، بيبقى فيه تحفيز، وبتعمل سبوت على السلوك الايجابي. لكن لو جاب درجات مش كويسه، اخفق في حاجه، فبالتالي بتحرمه من حاجات معينه، بيبقى فيه عقاب عشان تكرهه في السلوك ده، فيبدا يعرف ان هو عمل حاجه مش كويسه، عمل تراخي في ماده معينه، فيبدا يغير من سلوكه. اذا العقاب مطلوب والثواب مطلوب. السلوك تقديم السلوك في حد ذاته، ما ممكن يبقى في حد شايف شيء ايجابي في سلوك يبدو سلبي، يعني مثلا الشقاوه، في ناس بتشوف ان مرجعيتها ذكاء، فاهم قصدي؟ حقيقي ان ومفيش داعي ان احنا نجهد الشقاوه بتاعت الطفل الشقي، عشان ده ممكن كانه بيفرمل معدل الذكاء بتاعه. حضرتك بتقول حاجه حلوه جدا، ان قد نرى السلوك اللي الناس تانية شايفاه ان هو مش مقبول، ان هو حاجه ايجابيه، بس يتوظف فين بقى استاذ كريم؟ يعني احنا نوظفه فين؟ ما هو الطفل اللي بيتحرك كتير في الكلاس ده محتاجين ان احنا نوظفه بطريقه سليمه، عشان يبقى عشان بعد كده ما يبقاش حاجه تانية في الرياضه مثلا، في المستقبل. الطفل الشخصيه القويه احنا محتاجين ان احنا ما نفرطش قوي في ان احنا نشكر فيه، او ان احنا نحفزه قوي، او ان احنا نشجعه، او ان احنا نخليه يختار بنفسه، فيبقى اناني وعنيد وبيتعامل مع زوجته بطريقه مش كويسه، في الشغل بطريقه مش كويسه. فهي فكره ان انا ممكن فعلا ان السلوك اللي عندي ده ممكن يكون الناس شايفاه سلبي، بس انا ممكن اوظفه بطريقه ان هو يبقى ايجابي ومقبول ولطيف. لا دي نقطة صح على فكرة. عشان كده تاني وحضرتك برضو تأكدي لي المعلومة دي، الشخصية بتتكون من الصغر، يعني طبعاً. يعني كل الناس اللي بتكبر وعندها مشاكل نفسية أو غيره دي بتبقى بسبب حاجات شافوها في طفولتهم. من سن كام بقى تحديدا لكام؟ يعني هل فعلا زي ما قريت من سن 7 سنين لغاية 13، ولا مش ده السن؟ لا هو فعلا من سن 7 ل 13، ومن قبل كده كمان. احنا لازم نهتم جدا بالفتره اللي هي من 3 ل 7، دي فتره مهمه جدا. ناس كتير قوي بتقول لي ما صغير ايه يعني لما يضرب، ايه يعني لما يبقى عنيد، ما هي دي السمات بتاعت الاطفال. لا بالعكس، لازم جدا نروض الطفل ونخلي بالنا جدا من تصرفاتنا. بمعنى ايه؟ هقول لحضرتك على حاجه، الاطفال كلها بتتعلم عن طريق المحاكاه، ودي الوسيله اللي بتتعلم بيها، مش الاوردرز والكلام الشفوي. يعني معنى ايه؟ ان هم بيشوفونا بيقلدونا، يعني ما اقولش الواحد اعمل كذا وانا مش بعمله. مثلا اقول لابني ما تكذبش، اوكي او ما تعليش صوتك وانا عماله اعلي صوتي في البيت، ويجي لي مثلا يجي لي مكالمه فاقول لمراتي بابا نايم، اقول له بابا نايم، انا مشغول، انا مش فاضي. فانا كده انا بقول له ما تكذبش، وهو وانا كذبت. فالطفل كده يحصل عنده ايه؟ اضطراب هوكم. يعني انا طب اكذب وما اكذبش؟ طب انا هيحصل ايه؟ ففي اضطراب عنده في الشخصيه. طب هو ده الكذب ده سلوك مقبول ولا وحش؟ ولا اذا كان هم بيقولوا لي في المدرسه ما تكذبش، وبابا برضه بيقول لي ما تكذبش، فانا كده التفاصيل الصغيره هي دي اللي بتاثر في شخصيه ابني. يبدا بعد كده السن الصغيره دي لو ما قاومتوش يبدا في المراهقه ما يبقاش كويس، بعد كده في الشباب، ونلاقي بقى الجرائم الثانيه اللي بتحصل بعد كده.